قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي والحضور التحية وقوفا لشهداء الوطن من القوات المسلحة. وخلال الندوة التثقيفية 37 للقوات المسلحة احتفالا بيوم الشهيد، أكد الرئيس السيسي أن الأمن الذي تشهده مصر حاليا كان ثمنه دماء وأرواحا وتضحيات للشهداء. أنا عايز أفكركم دلوقتي أن الثمن ده اللي أبنائنا دول دفعوه واللي انتوا قدمتوه واحنا مش هنقدر نعوضكم عليه، اللي هيعوضكم عليه ربنا. ربنا وحده سبحانه وتعالى هو اللي هيعوض أسر الشهداء والأم بالذات. ربنا يبارك ويبارك فيكم. فأنا بس عايز أقول لكم على حاجة، احنا النهارده بفضل الله سبحانه وتعالى الثمن ده اللي دفعوه أبنائنا على مدى تقريبا 8 سنين أو 9 سنين. الحمد لله رب العالمين. كما أكد الرئيس السيسي أن شهداء القوات المسلحة الأبطال ضحوا ودفعوا الثمن الذي لن نستطيع أن نعوضه لأمهات وأسر الشهداء، بل الله سبحانه وتعالى من يعوضهم. وأضاف الرئيس السيسي أننا اليوم نعيش بفضل الله وتضحيات هؤلاء الشهداء. أنا عايز أقول لك بقى، مش بس الجيش اللي ما بينساش، لا، كل المصريين. وبيبقى اليوم ده احنا بنتكلم فيه النهاردة على استشهاد الفريق عبد المنعم من حوالي يعني أكتر من 50 سنة. ما نسيناهوش ومش هننساه، ومش هننسى كل شهيد، كل شهيد وكل مصاب حتى قدم حتة من جسمه لأجل البلد دي تبقى بلد في أمان وسلام. وأنا عايز أقول، وإحنا بنقول الكلام ده من كذا سنة، كان يقول لك هو معقول؟ هو إحنا هنقدر نقضي على الإرهاب ده؟ إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل أبنائكم وأبناء أسر كتير أخرى، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تحقق الحلم ده بفضل الأرواح دي وبفضلكم أنتوا كأسر مصرية طيبة وبسيطة ربت ولادها وقدمتهم. التمن واللي ما ننساهوش حقيقي هو أن احنا نخلي بالنا من البلد ديت، وأن الكلام ده ما يتكررش فينا تاني، والخراب اللي كان ممكن مصر تشوفه خلال العشر سنين اللي فاتوا ما يتكررش تاني. بمين؟ مش بقى بالجيش والشرطة، بكل المصريين قبل كل شيء، وفوق ده كله ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا.